السلام عليكم. الو بزاف ديال الناس كيدوزوا تسعف اما الهجره يا اما الدراسه. كاينين بزاف ديال التلاميذ اللي كيبغاو مثلا انهم يكملوا الدراسه ديالهم في فرنسا ولكن كيطلب منهم تسعف. بغيتي تدوز هذا الامتحان هذا ولكن ما عندكش فكره كيفاش كيتحط الطريقه باش كيتحط. ما كرهتيش شي واحد يوجهك وما كرهتيش شي واحد يعطيك دورات تكوينيه فابور. اذا الى كنتي من هاد الناس هادو هذا الفيديو موجه لك انتم. غادي نقترح عليكم موقع واعر فابور فيه 17 دورة تكوينية فابور كتعلمك كيفاش دوز التسائف ولا جميع التفاصيل ديال التفاصيل ديال التسائف اللي كتأهلك انك تجتاز الامتحان ديال التسائف بنجاح ان شاء الله. وكيتضمن اكثر من 600 سؤال للتدريب كما كتشوفوا هنا في الخانة، اكبر من 600 سؤال للتدريب قبل خوض اختبار التسائف، اختبار كفاءة في اللغة الفرنسية. الوغ ما نطولش عليكم، الطريقه باش تدخلوا لو سيت دونك سهله، غتمشيو لجوجل فهمنا وغتكتبوا تي سي اف بحال هكا، تي سي اف هكا صافي ودريو لها اونطري. او الوغ ملي كتبركوا على تي سي اف غطلع لكم تي سي اف تاس دو كونساي، ها هي ابروندر لو فرونسي فهمنا. دونك هذه هي الواجهه كطلع لكم بحال هكا. دونك نتوما بغيتوا تقلبوها اللغه العربيه دونك باينه، غتمشيو لهنا اف اي غتبركوا هنايا تعطيكم اللغه العربيه، كتبركوا على اللغه العربيه تفهمنا. هنا عندكم اطلاع على المستوى، عندكم المستوى الابتدائي المستوى الاساسي المستوى المتوسط المستوى المتقدم. دونك نتوما هنايا كاين ال ا ان ادول البي ان بي 2 سي 1 سي 2 تفهمنا مزيان. هنا عندكم اكستكشيف دونك هنا التمارين المواضيع، هنا عندكم برامج دراسية ديبلومات، هنا مجموعه ديال المسائل تي سي اف، هنا عندنا معلومات على تي سي اف، تدريب على الاختبار، الاسئله المتداوله ونصيحه عن كيفيه اجتياز الاختبار. دونك هذا الموقع كيقدم لكم كل شيء فابور، ما عليك الا تدخل لو سيت ورا برا دخل ليا مع راسكم. انا ديجا التجربه ديالي فاش مشيت كنت ندوز انا الدلف الدلف بي 2 بالنسبه ليا انا النهار اللي مشيت نقلب ما لقيتش هاد لو سيت، ما كنتش عارف بان هاد لو سيت كيعطي دورات تدريبيه صراحه خساره. ولكن واخا هكا كنت اجتاز الامتحان دوزته بنجاح صراحه، غير كنت كنقلب سور انترنيت وصافي هكا ومشيت دوزت وجاب الله التيسير. دونك نتوما شنو غديروا هنا عندكم هنا دونك المعلومات كامله، فقط شنو غديروا غتدخلوا لو سيت تهبطوا لتحت غتلقاو التدريب على اختبار التي سي اف شتوها ها هي تفهمنا. دونك ما ديروا حتى شي حاجه، اختر احدى المجموعات واجب على الاساس دون الالتزام بوقت محدد. دون الالتزام بوقت محدد يعني جاوب مع راسك، ارتاح ليا مع راسك وجاوب. مثلا نعزلوا السلسله التدريب الاولى، كاين مجموعه ديال السلسلات، كاين سلسله واحد سلسله جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره، دونك كاين بزاف ديال السلسلات تشوفوا شحال، كاين 17 سلسله. دونك حنا نعزلوا واحد السلسله، نمشيو السلسله الاولى. الو نشوفوا السلسله الاولى وندخلوا نشوفوا الاختبار، عندنا الاستيعاب الشفوي وبنيه اللغه واستيعاب المقروء. دونك نتوما هنا باش تيفيتيو هذا الشيء سيروا قلبوها الفرنسيه تفهمنا، انا فقط وريت لكم تقلبوا الفرنسيه بحال هكا فرونسي وتهبطوا لتحت مع راسكم وديروا هيا كومبريونسيون اورال سريكتو دو لا لونغ وكومبريونسيون ايكريت. نشوفوا اللغه شنو فيه، ملي كتبرك بحال هكا كيعطيكم واحد ليماج بحال هكا، ها هو السؤال واحد على 15، كاين 15 سؤال كيقول لك ايكوتي لي بروبوزيسيون شوزي سيل كي كوريسبون على ليماج اي كليكي سور لو بوطون كوريسبون. هتهبطوا لتحت غتلقى واحد تصمتوا على لي 4 بروبوزيسيون شوزي سيل كي كوريسبون على ليماج. A On fait une équipe de 5 B On joue ensemble C On regarde le match. D. On se lance le ballon. Donc, là, c'est notre audio. هانتوما تصنتوا الاوديو غتشوفوا شنو هو لا بون ريبونس. دونك لا ريبونس هو بي مثلا فهمنا، كتجي لتحت وكدير اوبسيون كيستيون سويفونت السؤال الثاني وكتبقاو تكملوا الاختبار ديالكم هكا تصنتوا على الاوديو. عاوتاني ملي غتساليو هادشي كامل غترجعوا عاوتاني تمشيو عاوتاني للكومب ستريكتور دو لا لونغ فوالا. دونك ها هما ستريكتور دو لا لونغ عندكم جو سوي فرونسيز مي جابيت واش او كندا ولا كندا ولا اون كندا ولا كندا. دونك جابيت كندا فهمتوا، ديروا عاوتاني كيستيون سويفونت وها نتوما غادي تعطيكم فرصه ديال دوره تكوينيه فابور في التي سي اف. مع العلم خصكم تعرفوا واحد الحاجه بان هاد الدورات هادو راه كيداروا بالفلوس، هاد الدورات كيداروا بالفلوس وراه الناس كيخلصوا عليهم فلوس صحيحه.
دونك نتوما فقط ما عليكم الا تدخلوا لهذا لو سيت كما قلت لكم. دونك طريقه الدخول هي طريقه سهله كما قلت لكم، غتمشيو لجوجل غتكتبوا تي سي اف ها هو ابروندغ، ونخلي لكم هذا لو ليان في لا ديسكريبسيون. وشكرا على المتابعه، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الا كان شي جديد، دائما كيكون جديد. وفوالا الا ما كنتوش مشتركين بطبيعه الحال ما غتوصلوش بالجديد. فوالا، ويوم سعيد للجميع، الله يعاونكم.